تعود بعض الناس الحلف بالطلاق في معاملتهم مع الناس كقولهم علي الطلاق لأفعلن كذا، فهل تنعقد هذه الأيمان ويقع بها الطلاق؟ قال العلماء إن هذه الصيغة وهي علي الطلاق أو يلزمني الطلاق تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شيء أو نفيه أو الحث على فعل شيء أو تركه، كقول القائل علي الطلاق أو يلزمني الطلاق إن كان فلان قد حضر بالأمس، أو علي الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته فلا يقع به الطلاق. لكن يرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع لاشتهاره في معنى التطليق ولجريان العرف بذلك، والأيمان مبنية على العرف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام علي وشريح وعطاء وغيرهم أن تعليقات الطلاق لاغية، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء. وروي عن طاووس أنه قال ليس الحلف بالطلاق شيئا، والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها. والعمل الآن في المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 كما تنص عليه المادة الثانية منه على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع، والله أعلم.